التسريل الجميلة اللي اتعملت. الله تاني على طول نخار، تحرك مثالي وجميل من بريت لاعب خط الوسط اللي اقتحم التلت الهجومي، ثم الكرة العرضية لا 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 عملوها خلصوها، وبرأس نخار، نخار الهندوراسي، نخار حقق الانتصار، نخار يتقدم بأول أهداف اللقاء. لسه بقول لحضراتكم عندهم ثقة في الهجوم وعندهم احترام للدفاع، عندهم توازن في الأداء جميل، خبرات وإمكانيات. نعم نجح فريق أندرلخت في أن يتقدم بأول أهداف اللقاء، والفضل يعود لمفاجأة نخار المهاجم الأيمن، المهاجم الجناح الهندوراسي الذي أصبح في لمح البصر هو رأس الحربة. مفاجأة سارة جدا، انطلاقة إيه؟ تحرك مثالي من ديف بريت لاعب خط الوسط، استلام بدوران بتحضير وضربة رأس صعبة على ثالث حراس الأرسنال حارس المرمى الأرجنتيني داميان مارتينيز. غريبة غريبة يا كورة أحوالك، يمينك راح على شمالك، كان لسه سانشيز بيضيع هدف والآن أرسنال. هذه الكرة العرضية يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جبس تعظيم سلام، أخيرا اتجرأت، أخيرا أنت صدقت. شامبرلي والكرة العرضية، والظهير الأيسر جيبس بالقدم الشمال في الزاوية الشمال بهدف آخر جمال، 1-1. هذه الكرة العرضية الجميلة، وهذه الناحية العكسية. أخيرا لقينا أربع لاعبين من الأرسنال في منطقة الجزاء، أخيرا اتجرأوا. باك اليمين تقدم الحقيقة اللاعب شامبرز، والباك الشمال هو اللي سجل، خدوا تعليمات وخدوا الضوء الأخضر، خلى الجناحين يضموا لجوه وخلى الظاهرين هم اللي يبقوا جناحين. الله عليه، المرة لأول مرة كروس صح من شامبرز، ولأول مرة جيبس يدخل منطقة الجزاء. دي كانت تعليمات المدرب أرسن فينجر. من تاني المحاولات سانشيز يتقدم ويعدي ويفوت، والتاني ولما لا الثلاث نقاط عايزينهم، الثلاث نقاط محتاجينهم. ضربة رأس من جديد، كرة القدم كرة القدم كرة القدم كرة القدم، إنها كرة القدم يا عزيزي. تيكت إيزي تيكت إيزي، عاد الأرسنال يا عزيزي. غريبة غريبة يا كورة أحوالك، يمينك راح على شمالك، ما فيش كلام. أرسن فينجر تعظيم سلام في اللحظات الأخيرة. هابي بيرس داي تو يو، هابي بيرس داي تو يو. نعم في يوم عيد ميلاده الهدف الثاني سجلوه، هابي بيرس داي تو يو، هدف الفوز سجلوه. بص شوف كرة القدم وقسوتها، شوف كرة القدم ومتعتها. غريبة غريبة يا كورة أحوالك، يمينك راح على شمالك، لينجح بودولسكي في إحراز الهدف الثاني ويهدي ثلاث نقاط لمدربه.